السلام عليكم، صباح الخير للجميع. ويسعدنا أن نشارك في هذا المهرجان. يعني أولا يعني مبروك لجميع الفائزين، ومبروك لجميع المنظمين بقيادة معالي المشرف العام والنائبة المشرف العام لتنظيم هذا المهرجان بنجاح. هذه الأول مرة بالنسبة إلي لمشاركة ومشاهدة المسابقات وفعاليات في هذا المهرجان، ولكن يعني أعتقد يعني هذا يعني بالنسبة للمسابقات وفعاليات للإبل هو رمز لأصالة العربية والسعودية، ونحن نقدر الجهود المبذولة من قبل الشعب السعوديين تحت الرعاية سمو ولي العهد لتاريخ التقاليد وتحميه والمحافظة عليها. جئت إلى هنا إلى المملكة يعني لعام ونصف، وأنا أتمتع وألمس بأن الحماس واهتمام من قبل القيادة والحكومة وشعبها لمحافظة على التراث المادي وغير المادي. نشارك يعني الفرح، نشارك السعادة، ونشارك الأرواح السعوديين يعني من هذا المهرجان اليوم. يعني أود أن يعني أشارككم على الفكرة. أنا شفت المسابقات يعني جميلة. الفائز النهائي لهذه المسابقة الصباح اليوم هو ليست من انطلق أولا، ولكن هو فائز يعني نهائيا. هذا يدل الفلسفة أو فكرة بأن يجب علينا أن نتغلب جميع الصعوبات وحتى يعني سنفوز النهائية، وخصوصا في ظل الجائحة. المملكة يعني حصلت على المنجزات الكبيرة يعني لتغلب الصعوبات غير مسبوقة، فنحن يعني نشارك يعني الفرح والمنجزات والأرواح السعودية. في المستقبل يعني آمل يعني أن السينيون سيشاركون في هذا المهرجان، مشاركة في مسابقة بصوت مباشر أو يعني مشاركة كسياح بصورة غير مباشرة. يعني فنعتقد يعني هذا يعني المسابقات أو المهرجان هو تدل على ارتباط يعني الناس على الحيوان، على الطبيعة، ومع يعني التقاليد ومع التاريخ. فنعتقد يعني هي ستكون يعني الجزء يعني المميز لتربط بين التاريخ والحديث، ولتربط بين الشعب السعودي، الشعب العربي، والشعوب في العالم بما فيها الشعب السعودي.